ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض هوم ورك بتاع شابتر 1 ليسن 3 على الاير. اول سؤال كان بيقول لي: the following figures represent the percentages of components of each of earth crust and earth core. What is the percentage of iron in each of earth core and earth crust؟ احنا عارفين ان الاير على الايرث كراست بتكون نسبته 5.1%، وبيجي بعد الاكسجين والسيليكون والالومنيوم. طيب انا عندي هو قايل لي اعلى نسبه هي اكسجين وراها سيليكون، فاكيد اعلى حاجه بعدها هنا هتكون الالومنيوم، واللي يجي اقل من الالومنيوم على طول هو الايرن. فالايرن على الكراست هيكون نمبر 2، فاجابتي هتكون يا ايه؟ يا سي. طب تعالى بص على الكور. احنا قلنا في الكور ان معظم الكور بتاع الايرت بيكون مولتن ايرن، فاكيد الايرن هنا هيكون هو نمبر 4. هو ليميت ميتورايت از ذا لارجست ميتورايت فاوند ان نورث امريكا، واداني الماس بتاعه اند ذا 6 لارجست ان ذا وورلد. اتس ناو اون ديسبلاي ات ذا امريكان ميوزيوم اوف ناتشرال هيستوري. اهلا وسهلا. What is the approximate mass of iron in this meteorite؟ احنا قلنا الميتورايتس الايرن فيها تقريبا بتكون البرسنتج بتاعته 90%. طب هو اداني الماس بتاع الميتورايت بتاعنا، اجيب 90% منه يطلع لي الماس بتاع ايه؟ الايرن، اللي هو هيكون اجابة نمبر سي. Which of the following metals is more abundant in earth crust؟ iron ولا copper ولا nickel ولا aluminum؟ احنا قلنا oxygen silicon aluminum iron، يبقى في الاختيارات دي اكتر واحد abundant او اكتر واحد موجود هيكون الالومنيوم. abundant يعني متوفر. The opposite figure shows the percentage of elements from each earth crust which form the earth crust. Which of this percentage represents the percentage of iron in earth crust؟ احنا قلنا الايرن في الايرث كراست بيكون 5% بعد الاكسجين والسيليكون والالومنيوم. يعني لو ده اكسجين يبقى ده سيليكون، وده الومنيوم يبقى ده ايرن، يبقى الايرن هيمثل لي واي. One of iron ores is characterized by being devoid of sulfur and phosphorus elements. The percentage of iron in this ore reaches 60%. This ore is distinct from hematite in containing a high percentage of manganese. What is the chemical composition of this ore? طيب اللي هيعرفني الإجابة هنا هو اداني كتير قوي معلومات احنا ما درسناهاش او بره المنهج، بس قال لي برسنتج الايرن في الاور 60%، وده بنلاقيه في الليمونايت، وده بنلاقيه في ايه؟ في الليمونايت. Which of the following choices indicates the elements which when found in steel causes its vulnerability to be broken or cracked during drawing process؟ طيب عشان الحاجة تبقى يحصل لها بروكن او يحصل لها كراك، يعني هي مش هتكون مالبل ولا داكتايل. كلمة مالبل وداكتايل يعني ممكن اشكله او اتنيه او ادوس عليه ابططه من غير ما يتشقق ولا يتكسر، ودي بتبقى من صفات الميتلز. لكن اللي لو جيت اشكله او جيت اضغط عليه يقوم مكسور مني او متشقق مني، يبقى نون ميتل. طب ايه الامبيوريتي اللي ممكن تبقى موجودة اللي تسبب لي ان الستيل بتاعي يتكسر او يتشقق؟ لازم تكون حاجة نون ميتل زي السلفر وايه والفوسفرس، هما الاتنين نون ميتلز. Red color of hematite ore is attributed to containing iron the ion X، while red color of blood is attributed to containing hemoglobin which is complex of iron Y. مين X ومين Y؟ الاتنين لونهم احمر، يبقى الاثنين فيهم نفس الايون اللي مدياهم نفس اللون، واحنا عارفين ان الهيماتايت فيه ايرن 3، يبقى ايون واي كمان اللي موجوده في الهيموجلوبين هي ايرن 3. تبقى الاجابه ايه؟
ذا روك ان ذا اوبوزيت فيجر از نون از ايه، وجايب لك الروك ولقطه الدبابيس عليها او والمسامير لازقه فيها، يعني ده ماجنت، يبقى ده اكيد ماجنتايت. What is the name of iron? Iron ore which 50.4 gram of iron وداني الايه المولر ماس بتاعه combined with 21.6 gram of oxygen، وداني المولر ماس بتاعه. طيب حضرتك ارجع كده الاولى ثانوي وافتكر كان عندك رول بيقول لك ان النمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. طب انا اديتك دلوقتي اير واكسجين، الماس بتاع الاير 50.4 والمولر ماس بتاعه 55.85، الماس بتاع الاكسجين 21.6 والمولر ماس بتاعه 16. يبقى انا عندي كام ايون من الاير مقابل الاكسجين؟ ناخد ال 50.4 over 55.85 هتطلع 0.9، وناخد ال 21.6 over 16 هتطلع 1.35. يبقى الراتيو ما بين الايرن والاكسجين 0.9 ل 1.35. هنعمل سمبليفاي للريشيو دي، يعني ناخد الناحيتين بتوع الريشيو ديفايدد الرقم الصغير اللي هو 0.9، هتطلع 1.2، وناخد ال 1.35 ديفايدد 0.9 هتطلع 1.5. يعني كل واحد من الاير قدامه 1.5 اكسجين، يعني كل 2 من الاير قدامه 3 اكسجين لو عملت تايمز 2، يعني الريشيو 2 لـ3. طب هو مين عندي الريشيو بتاعت الايرن للاكسجين فيه 2 لـ3؟ الهيماتايت، مش هو Fe2O3 كل 2 من ده معاها 3 من ده. Which of the following minerals does not contain iron؟ مين من المينرالز دي ما فيهوش ايرن؟ طيب احنا خدنا الماجنيتايت والسيدرايت والليمونايت وعارفين الثلاثة فيهم ايرن، يبقى اكيد الماجنيسايت اللي عمرنا ما خدناه ده هو اللي ما فيهوش ايرن. انا درست الماجنيسايت؟ لا، امال انا اشتغلت بايه؟ اشتغلت بسياسة الاستبعاد، انا عارف ان ده فيه ايرن وعارف ان ده فيه ايرن وعارف ان ده فيه ايرن، يبقى اكيد اللي ما عرفوش او اللي ما درستوش هو اللي ما فيهوش ايرن. The opposite figure exhibits one of the rocks of the Earth's crust which contains one of iron ores. Which of the following represent this ore? طيب مبدئيا ده لونه أحمر، يبقى ده إيه؟ هيماتايت اللي هو الأيرن 3 أوكسايد اللي هو واصل لأعلى أوكسيديشن ستيت للأيرن اللي هي بوزيتيف 3، يعني ده ما ينفعش يحصل له أوكسيديشن تاني، هو خلاص جايب آخره، سايب الثلاثة الكترونز. يبقى الايرن اللي موجود هنا ما ينفعش يحصل له اكسيديشن تاني لان هو واصل للماكسيمم اكسيديشن ستيت بتاعته، يبقى الايرن اللي في الاور ده cannot be oxidized. عايز الكيميكال فورمولا بتاعت البايرايت، نفس الكلام، انت درست البايرايت؟ لا. خدته؟ لا عليك في المنهج، لا، بس عارف ان ده سيدرايت وعارف ان ده هيماتايت وعارف ان ده ماجنتايت. طب انت حد جاب سيرة ده قبل كده؟ لا، يبقى اكيد هو ده البايرايت. طيب the opposite figure shows balls of A number 13 لونه اسود، يبقى هيماتايت ولا ليمونايت ولا ماجنتايت ولا سيدرايت؟ يبقى ماجنيتايت لان لونه اسود. The temperature at the middle part of the blast furnace called cohesive zone becomes around 1000 degrees at this point. One is converted into two which react with three to be converted into four.
طيب احنا عندنا الكربون دايوكسيد لما بنحط له كوك بيتحول لكربون مونو اوكسيد، يبقى الاجابه يا ايه يا بي، يا ايه يا بي. طب بعد كده لما يبقى فيه كربون مونوكسيد بدلق عليه ماجنيتايت ولا هيماتايت؟ بدلق عليه الهيماتايت اللي هو الايرن 3 اوكسيد عشان يتحول لايه؟ لايرن باي ريدكشن، يبقى الاجابه بي. All the following represent what happens during roasting of iron ores except. كل ده بيحصل في الروستنج ما عدا ايه؟ الايرن 2 اوكسايد بيتحول لايرن 3 اوكسايد، تمام، لان الروستنج بيحصل فيه اوكسيديشن للايرن عادي. Crystallization water evaporates from limonite بيحصل. Roasting siderite result in evolution of carbon dioxide gas، ماشي. It's not necessary that all ores are converted into iron 3 oxide after roasting. لا ده necessary وده بيحصل، لان اي iron ore هتعمل له roasting هيحصل له oxidation وهيتحول ل iron 3 oxide. Siderite is roasted by heating in air to be converted to iron 3 oxide. الكلام بيعيد نفسه. Which of the following choices represents the correct sequence of process of preparing iron ore which are being used in blast furnace. وجايب لي مراحل الدريسنج وجايب لي في النص ووشنج، واحنا مش عارفين ووشنج دي احنا ما خدناهاش. طب هي بتيجي امتى؟ امتى الووشنج؟ طيب حضرتك برضو اول حاجة بنبدأها لما نيجي نتعامل مع الاور، الحجر الكبيرة الصخرة الكبيرة دي مش بنكسرها؟ يبقى أنا ببدأ بالكراشنج، وآخر حاجة بعملها قبل ما بحط الأور في الفيرنس إن أنا بعمل له روستنج. يبقى أنا أخد الاختيار اللي بيبدأ بكراشنج ويخلص بروستنج. هو بقى في الطريق حط لي حاجات أنا ما خدتهاش، أنا المفروض أبقى عارف أول خطوة إيه وآخر خطوة إيه. Before extracting iron from its ores, the ore is strongly heated in air with A to eliminate humidity, carbon dioxide, sulfur, arsenic and other substances in addition to converting 2 into 3. مبدئيا انا دايما بحول ل iron 3 oxide او ل hematite، او بحول ال iron 2 oxide لل iron 3 oxide، فهتكون الاجابة بتاعتنا دي. What happens when hematite is converted into steel؟ حولت الهيماتايت into steel، ايه اللي بيحصل له؟ طيب الهيماتايت انا بحطه في الفيرنس بتاعي فبيحصل له reduction، بعد كده بيطلع لي في شكل ايرن سايح، بوديه للاكسجين كونفرتر وبضخ عليه اكسجين عشان لو في فوسفورس او سلفر يمسك فيهم الاكسجين ويطلعوا في شكل جاز، يعني الفوسفورس والسلفر او الامبيوريتيز اللي موجوده في الايرن البيور بعد ما ساح ونزل من الفيرنس بيحصل لها اوكسيديشن عشان اتخلص منها في الاكسجين كونفرتر. يبقى انا عملت ريدكشن للهيماتايت في البلاست فيرنس او في ميدريكس فيرنس، وبعد كده الايرن اللي نزل لي اخدته على الاكسجين كونفرتر عشان اعمل اوكسيديشن للايه؟ للامبيوريتيز زي الفوسفورس والسلفر، بعد كده بقى حطينا الكربون عشان نعمل الستيل الوي بتاعتنا، يبقى حصل ريدكشن للهيماتايت، بعد كده حصل اوكسيديشن للامبيوريتيز في الاكسجين كونفرتر. What is the consequence of raising the temperature at the air entrance in the blast furnace in the presence of excess carbon؟ لما بنزود التمبريتشر ونحط اكسس كربون، مش اول كربون نحطه، الاكسس اللي حطيناه، فالكربون دايوكسيد بيتحول لكربون مونو اوكسيد. The opposite table shows the components of alloy. Which of the following represents this alloy؟ فيها الومنيوم وكوبر ومغنيسيوم ومنجنيز. انا ما اديتكش ولا واحد فيهم سايز، ما قلتلكش مين اكبر من مين او مين اصغر من مين او هما قد بعض في السايز ولا لا.
يبقى انت هتستبعد السبستيتيوشن والانترستيشن، لان السبستيتيوشن والانترستيشن مش هتقدر تقول عليهم غير لو انت عارف السايزز بتاعه الاتومز. البرونز الوي بتتعمل من الكوبر والتين، وهنا مفيش تين اصلا، فده هيكون ديرولومين. The iron produced in the blast furnace is known as A, while that used in oxygen converter is known as A, and that produced in electric furnace is known as A, while adding little amount of chromium it becomes A. مبدئيا كده في حاجات من كتير من هنا، الرافت ايرن والبيج ايرن احنا ما خدناهمش، بس الايرن اللي بيطلع من الفيرنس هو هو الايرن اللي بيدخل الاكسجين كونفرتر، فلازم 1 و 2 يكونوا زي بعض، لان اللي خارج من هنا هو اللي داخل هنا. Which of the following represents the substance which is shown in the opposite figure. طيب الفيجر اللي قدامنا ده مش كومباوند، لان هما مش ماسكين في بعض كيميكالي، دي اتومز كبيره واتومز اصغر في الحجم واتومز اكبر في الحجم، فدي الالوي. تمام. طيب الالوي دي ايه اللي حصل لها؟ المفروض ان الهاردنس بتزيد، لان انا حاطط ايه، اتومز صغيره مع اتومز كبيره، فهيعملوا بريفنتنج للسلايدنج، يعني الهاردنس هيزيد، يعني الميلتنج بوينت هتزيد. يبقى الميلتنج بوينت بتاعت الالوي كلها بتختلف عن الميلتنج بوينت بتاعت الاكس وهي بيور، ومحدش يقول لي ان ده كومباوند دي الوي، لان هما مخلوطين على بعض فيزيكالي، مفيش ترانسفير للالكترونز حصل. ترانزيشن ميتالز كان فورم الويز ايزلي از ذي هاف نفس ايه الاتوميك سايز. احنا عارفين ان ترانزيشن ميتالز كلهم عندهم تقريبا نفس الراديوس او السايز بتاعهم ثابت. واي داز نوت ستانلس ستيل راست؟ عشان الستانلس ستيل بيبقى محطوط على الايرن كروميوم، واللاير دي بتمنع الراستنج زي ما خدنا في اليوزز بتاعت الكروميوم. The opposite table shows components of an iron alloy. Which of the following represents this alloy? Iron, chromium, nickel. التلاتة transition، التلاتة جنب بعض، التلاتة عندهم تقريبا نفس الradius، يعني التلاتة عندهم نفس السايز، فتبقى الالوي دي نوعها substitutional. Which of the following represents one property of an iron alloy and one use of it? طيب عندي الالوي والبروبرتي بتاعتها ويوز ليها، اوكي. الاجابه هتكون الستيل هو واحد من الايرن الويز، مش البراس ومش الديورالومين. الستانلس ستيل ممكن بس مش فليكسبل، لكن الستيل هو اللي فورمابل، ممكن اشكله لكن هو مش هيتني في ايديا، وبنعمل بيه مانيفاكتشرنج للانجن بارتس. Which of the following represents one iron alloy? ايه ده مش alloy لان كلهم نفس الاتوم، دي ده اصلا الالمنتس بعيد عن بعض مش لازقه في بعضها. الاجابه يا بي يا سي، والالوي بتكون نسبه غالبه او نسبه كبيره من element ونسبه اقل من element تاني، ما بيبقوش 50-50 كده قد بعض زي سي، فالاجابه بتكون دي. Which of the following pairs of elements does not compose an alloy? طبعا هيبقى اللي فيها mercury، لان المركري بيكون liquid. The opposite table shows the percentage of some elements found in with iron in both the steel and the stainless steel alloys. Which of the following represents the two elements 1 and 2? الستيل بيخش فيه الكربون، والستانلس ستيل بيخش فيه كروميوم. In which of the following alloys copper is not a major component؟ البرونز فيها كوبر، كوينج يعني جاي من كوينج ميتال، يبقى اكيد فيها كوبر، واحنا اخدنا ان الديرالومين فيه كوبر،
يبقى المغنيسيوم ده مفهوش كوبر، احنا ما خدناش المغنيسيوم بس عارفين الباقي، عارفين ان البرونز كوبر على زينك، عارفين ان طالما كوينج يبقى فيها كوبر لان دي كوينج ميتلز، وعارفين اليورانيوم فيه كوبر. Which of the following represents the properties of ferrochrome alloy؟ احنا اتفقنا ان الفيروكروم الوي او الايرن مع الكروميوم بيكون هاردر ذان البيور ايرن، وانه بيعمل ريزيست للراستينج. لما اخدنا البروبرتيز بتاعه الترانزيشن اليمنتس في ليسون 1، the opposite figure shows a wire of copper nickel alloy. Which of the following express this alloy؟ كوبر ونيكل الاثنين في الفيرست ترانزيشن سيريز، الاثنين عندهم تقريبا نفس السايز، يبقى دي سبستيوشن الالوي عشان السيميلاريتي في الراديوس او في السايز. 34 what is the correct classification of each of copper, carbon and bronze؟ البرونز ده الوي، الكوبر ميتال، والكربون نون ميتال. Which of the following choices represents the proper uses of the elements used in the composition of brass alloy؟ هيكون الزنك، used في الايرن galvanization هيكون الزنك، وخدنا الاثنين في اليوزز في اول درس. Which of the following would replace the question mark in the previous diagram؟ البراس والديورالومين، يبقى هو بيتكلم على اللويز، يبقى اكيد الحاجة التالتة اللي هو عايزها الستيل اللوي في التابل وير، هي المفروض تبقى ستانلس ستيل مش ستيل. Copper is used in the composition of the following alloys except البراس والبرونز واليورالومين، التلاتة فيهم كوبر، الستيل مفهوش كوبر، الستيل بيكون ايرن وكربون بس. Which of the following substances conduct electricity in their solid state as well as their molten state؟ هتكون الالويز لانها هتكون ميتلز بس. ده كده كان تاني هومورك. ان شاء الله الاسبوع الجاي الهومورك بتاع ليسون 4 هينزل، ويبقى اليونت خلصت باذن الله يا رب على خير. وطبعا اليونت لما تخلص هيكون في المونثلي اكزام، وهنعمل له برضه موديل انسر زي ده. شكرا يا شباب، مع السلامه. قبل ما نقفل صحيح عايزين نملى البابل شيت دي عشان تصلحوا منها لنفسكم. ده كده الموديل انسر بتاع ال 38 سؤال كلهم، صححوا منهم قبل ما تشوفوا الفيديو، والغلطات بس ارجعوا اسمعوها علشان لو عايزين تكسبوا وقت. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي.